السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا في بخير وفي احسن حال. ده السكشن المفروض التاني اللي هو عن طريق التسجيل، يعني يا رب يكون اللي فات اتفهم ويكون وصل بطريقة صحيحة. السكشن بتاع النهاردة المفترض ان هو جزئية جديدة في النظري، برضو انت المفروض بتاخدها، مش عارف انت بدأت فيها ولا لا، برضو المفروض تكون دخلته فيها، اللي هي الكربوهيدرات. سيكشن او هيبقى عبارة عن سيكشنين ان شاء الله، سيكشن خاص بجزئية خاصة بالايدنتيفيكيشن، وسيكشن تاني هيكون سنسز. دول حاجتين هيكون خاصين بالكربوهيدرات، ولكن المفترض يعني اذا ربنا سهل وبرضه نزلنا واشتغلنا في المعمل هيكون في امتحان خاص بالكربوهيدرات ده، هنشتغل عملي. هو شبيه كده بالظبط بالترم اللي فات لما اخدنا فانكشن جروب ايدنتيفيكيشن. انت الترم اللي فات كنت بتعمل ايدنتيفيكيشن لفانكشن جروب بعينها، مثلا بدور على او اتش، بدور على الدهيد، بدور على كربوكسيليك اسيد. انت نفس القصه في الكربوهيدرات، بس بتدور على حاجات خاصه بالكربوهيدرات كجزئيه خاصه بالنظر، يعني بتدور على حاجات معينه خاصه بالكربوهيدرات هنشرحها دلوقتي ان شاء الله. مبدئيا بس بفكر بالنظري، الكربوهيدرات دي المفروض ان هي مركبات زي ما بيقولون عليها بولي هيدروكسيليتد، يعني مركبات عباره عن كربون ومجموعات او اتش، بولي هيدروكسي جروب او بولي هيدروكسي كربون سكيلتون. طبعا بتنقسم الكربون الى مونوساكرايد او داي ساكرايد او بولي ساكرايد. مونوساكرايد يعني ايه؟ داي ساكرايد يعني ايه؟ بولي ساكرايد يعني ايه؟ مونوساكرايد هي ابسط وحده موجوده في الكربوهيدرات، ابسط حاجه، يعني ابسط حاجه اللي هي عباره عن كربون سكيلتون تشين من الكربون فيها مجموعات او اتش. تمام، داي ساكرايد يعني ايه؟ يعني اتنين موليكيول من اتنين موليكيول من المونوساكرايد. بوليساكرايد اكتر من موليكيول مونوساكرايد. تعال نشوف الكلام ده. مونوساكرايد يعني دي ابسط صورة من الكربوهيدرات، زي ما اتفقنا هي عبارة عن وحدة واحدة اهي فيها مجموعة او اتش، ممكن تكون الدوز زي الجلوكوز، ممكن تكون فركتوز زي اسف ممكن تكون كيتوز زي الفركتوز. تمام، طبعا احنا بنقول الدو هكسوز او الدو بنتوز على حسب عدد النمبر اوف كاربون الموجوده في التشين، يعني مثلا هنا 1 2 3 4 5 6، 6 كاربون بيقول عليهم هكسوز، وعشان فيها الدهيد الجروب في رقم واحد بيقول عليها الدو هكسوز. طب في حاله الكيتون انا عندي 6 كاربون، ادي 1 2 3 4 5 6، فهنا عندي برضو هكسوز، ولكن المجموعة اللي موجودة عبارة الفانكشن جروب موجودة في كربون رقم 2 زي ما احنا خدنا في النظري عبارة عن كيتون، فبقول عليها كيتو هكسوز. طب لو كانوا 5 بقول عليها كيتو بنتوز، وهكذا. اللي يهمني في المونوساكرايد ان هو ابسط وحدة، طبعا المركبات اللي بتتميز بان هي طعمها حلو جدا، بصنفها الى الدوز او كيتوز، تعتبر ابسط وحدة عندي في الكربوهيدرات. طيب عبارة عن ايه؟ الدايساكرايد عبارة عن 2 مولكيول من المونوساكرايد حصل لهم كوندنسيشن. يعني ايه كلمة كوندنسيشن؟ زي ما اتفقنا وشرحناها زمان، كلمة كوندنسيشن يعني بعمل ميكس بتوين حاجتين وبخرج منهم سمول مولكيول. يعني ايه؟ يعني انا لو انا جبت مجموعة جلوكوز زي كده، طبعا ده الهاورس فورمولا بتاعت الشوجر، يعني المفروض اخدنا في النظر اكتر من طريقة لرسم الشوجر، الفيشر او الهاورس فورمولا او الشير فورم. ده الجلوكوز ميكسد مع موليكيول من الفركتوز. طيب انا ربطت كربون رقم واحد في الجلوكوز مع كربون رقم اتنين في الفركتوز وطلعت موليكيول اوف ووتر. انا عندي اكسجين واحد اهو، انا هنا كان عندي او اتش وهنا كان عندي او اتش، خرجت ميه، ده الكوندنسيشن. يبقى انا بعمل ميكس بتوين حاجتين وبخرج سمول موليكيول. يبقى اذا ما هي الدايساكرايد؟ الدايساكرايد عباره عن مجموعتين من المونوساكرايد اختلطوا ببعض. اكزامبل ليا الساكاروس، ده اشهر اكزامبل للدايساكرايد، وفي طبعا اكزامبل كتير جدا. البوليساكرايد بقى عباره عن عديد من المونوساكرايد، ممكن يكون 3، ممكن يكون 4، ممكن يكون 5، ممكن يكون 500، ممكن يكون 200، الله اعلم. هم ان هو اكتر من موليكيول من المونوساكرايد، اكتر من 2 وما فوق، ده اسمه بوليساكرايد. اكزامبل، اشهر اكزامبل اللي موجود عندي الستارش، النشا او السيلوز، دي حاجات مشهوره جدا، يعني حاجات مشهوره جدا للبوليساكرايد. طيب تعال نتكلم بقى في اللي يخصنا في العملي. احنا خلاص كده بس عملنا كده، فكرناكم ب ايه هي الكربوهيدرات سريعا، مونو داي وبولي. اللي يخصني بقى في النظر ان الكربوهيدرات دي بقسمها جنرالي كده الى مجموعتين، ريديوسينج
شوجر و نون ريديوسنج شوجر. يعني ايه كلمه ريديوسنج شوجر؟ كلمه ريديوسنج شوجر يعني كربون رقم واحد في الالدوز فري، او كربون رقم اتنين في الكيتوز فري. تمام، حصل انشغال او حصل رياكشن او حصل لينكج في كربون رقم واحد في الالدوز او في الكيت او في رقم اتنين في الكيتوز، المركب ده بقول عليه نون ريديوسنج شوجر. طيب عندي يعتبر اربع عينات، جلوكوز وفركتوز وسكروز ولاكتوز، المفروض هكشف عنهم. المفروض هينزل لك عينات، المفروض هينزل لك عينه النون او عينات النون، المفروض في الاخر مطلوب منك تقول لي العينه دي عباره عن ايه، هل هي جلوكوز ولا فركتوز ولا سكروز ولا لاكتوز. الكلام ده اعرفه ازاي؟ الكلام ده اعرفه من خلال سكيم هنمشي عليه. ممكن نجيب المولش تيست. المولش تيست ده تيست عام خاص باي كربوهيدرات، يعني ينفع مع المونو مع الضاي مع البولي. يا دكتور ازاي؟ ما هو اساس كل الكربوهيدرات المونوسكرايد، ولان انا بستخدم في التست بتاعي كونك سافوريك اسيد، فكونك سافوريك اسيد للاسف بيعمل هيدروليسيس للسكرايد اللي عندي. يعني لو كانت بولي هيحصل لها هيدروليسيس الى مون، لو كانت داي هيحصل لها هيدروليسيس الى مون برضه. طيب هشتغل ازاي؟ باخد 1 مللي من الشوجر، بحط عليه نقطتين ثلاثه من النقطتين ما كترش عن كده من الكحوليك الفا نفسه، تمام، ونقطة واحدة من اسف 1 مللي من الكونج سلفوريك اسيد، بس بيتحط كده على الوول بتاعة الانبوب، بيحطه كده على جدار الانبوب. في اثناء يعني اول ما السلفوريك اسيد يلمس السوليوشن بتاعي هيبتدي يديني حلقة يعني من فايلوت الى احمر كده، حلقة كده يعني قريب من البينك. بص تلاقي درجة كده زي دايرة كده في النص او سايكل عبارة عن ريدش فايلوت رينج، دي بشوفها بعرف ان المركب المعايا ده عبارة عن كربوهيدرات. لو المركب ده مش كربوهيدرات مش هتطلع معايا الحلقة الفايولت دي خالص. لو كتر طبعا وزودت الـ لو زودت النوم بتاعي شوية، آسف الكحوليك الفا نفسه ده لو زاد معايا شوية ممكن تلاقي اللون بتاعك ابتدى يدي اخضر زيادة. طبعا انا بالنسبة لي ما انشغلش بالكلام ده كله، انا هدور على الحلقة الفايولت. عشان كده لازم نلتزم بالكميات دي كويس جدا. في التستات الخاصة بالكربوهيدرات لازم تلتزم بحاجتين، الكميات والتايم، مهم جدا التايم. طيب إذا 1 مللي شوجر، نقطتين ثلاثة من الكحوليك ألفا نفسه، 1 مللي من السلفوريك أسيد على الوول هيديني ريدش فايولوت رينج. أنا كده هستنتج إن المركب بتاع كربوهيدرات، تمام. طبعا دي تعتبر حاجة كده يعني للتأكيد بتعملها في الآخر، يعني إن ده كده كده كل اللي معاك عبارة عن كربوهيدرات. نيجي للتست المهم بقى، الفيلنج. احنا لسه قايلين من شويه الفيلنج ده هدفه ايه يا جماعه؟ هدفه ان يقول المركب بتاعي ده ريديوسنج شوجر اور نان ريديوسنج شوجر. يعني ايه؟ يعني والله المركب بتاعك، احنا قلنا يعني ايه ريديوسنج يعني نان ريديوسنج. ريديوسنج ها قلنا يعني السي واحد او الانوميريك كربون في الالدوز او في الكيتوز فري، تمام. يعني اهو عندي سي واحد مثلا فري، زي ما انا عندي بتاع ده كيتون، في عندي الفا هيدروكسي هتتحول الى كيتون. طب لو عندي الدهيد والفا هيدروكسي الدهيد هيتاكسد ال OH الى برد كيتون والالدهيد تحول الى اسيد، تمام. يعني فيلنج اثر ريجنت الكيوبرس اوكسايد او الكبريك اوكسايد اللي بيتحط معايا ده اللي هو الكبر بلس 2، ده هدفه ايه؟ ده يعتبر اوكسيدايزنج ريجنت، بيأكسد الالدهيد اللي عندي او الالفا هيدروكسي كيتون الى اسيد او الى دايكيتون، تمام. هو نفسه يحصل له ريدكشن الى كيوبرس، يعني الكبر بلس 2 يتحول الى كبر بلس 1، تمام. انا اللي يهمني في الفيلم ده كله ان الفيهلينج تيست يستخدم للتعرف على المركب ده ريديوسنج ولا نون ريديوسنج. المفروض احنا فيهلينج من السكرايد والدايسكرايد. التست اللي بعد كده اللي هو سيلفانوف تيست. سيلفانوف تيست ال W بتنطق فيه يا جماعة. التست ده بيستخدم للتفرقة بين الألدوز والكيتوز. لو انت تذكرت معايا السكيم هتلاقي ان انا لحد دلوقتي انا كده خلاص عرفت ان انا عندي يا اما مونو جلوكوز او فركتوز، او ممكن يكون دايسكرايد في صورة لاكتوز. لو هو لاكتوز خلاص انا كده وصلت له، ماشي. طب لو كان مونوسكرايد يبقى انا لسه محتار هو جلوكوز ولا فركتوز، فانا لازم اعمل التست ده علشان اعرف المركب بتاعي هل هو جلوكوز ولا فركتوز. يبقى اذا التست ده بيستخدم للتفرقه بين الالدوز والكيتوز. طيب التست ده بيدي مع مين؟ بيدي مع الفركتوز او الكيتوزز.
طب ليه؟ لان الكيتوزس بيحصل لها دي هيدريشن اسرع واسهل من الالدوز او الجلوكوز، وبالتالي فهو الدي هيدريشن السريعه مع الفركتوز بتخلي التست بوزيتيف مع الكيتون او الكيتوز، او بوزيتيف مع الفركتوز ونيجاتيف مع الجلوكوز. بس التست ده مهم جدا في حاجتين، يعني مهم جدا في حاجتين لازم اخد بالي منهم: التايم في التسخين ما طولش عن الوقت المطلوب، وما غيرش في البروسيجر، واركز في البروسيجر انا بشغل ازاي. استخدم التست ده كتجربه تاكيديه للسكروز. السكروز ليه السكروز؟ ما السكروز ده عباره عن جلوكوز وفركتوز، يعني في فركتوز. تمام، في اللحظه دي انا لا ممكن اغير، بس لو انا هستخدمه للسكروز كتجربه تاكيديه للسكروز ممكن استخدم مكان ال 12 في اتش سي ال احط مكانه كونك اتش سي ال. ده فين؟ ده في حاله الداي سكرايد. لو هعمله للسكروز كتجربه تاكيديه، انا عارف اصلا ان هو سكروز، انا عارف ان هو سكروز، فانا بعمل تجربه تاكيديه دي. طب ليه السكروز بالذات؟ عشان هو يحتوي على الفركتوز داخله، هو عباره عن جلوكوز وفركتوز. طيب معلش، ليه استخدمت 12 في 100 اتش اس ال؟ ليه بستخدم الكونك اتش اس ال المره دي؟ عشان الاسيد المركز ده هيعمل لي هيدروليز، هيكسر السكروز الى جلوكوز وفركتوز، فبالتالي الفركتوز يطلع يتفاعل مع الريجن بتاعي ويديني اللون اللي انا عايزه. طبعا الوقت ممكن يتاخر معايا سنه في اللحظه دي علشان طبعا ده دايسكرايد، لكن لو انا هتكلم على مونوسكرايد الموضوع هنلتزم بال10 دقايق وهنلتزم بال 12 في 100 اتش سي ال لو انا هعمل لمونو سكرايد. طب يا دكتور انا هعرف ازاي ان هو مونو ولا داي؟ ما احنا عرفنا من الاول، انا عرفت من الاول من البدايه خالص، انا حددت بالفيهلنج هو ريديوسنج ولا نون ريديوسنج وبتكمل، فلازم تمشي على السكيم بالترتيب عشان ما تتوش. انا امتى هعمل 12 في 100 اتش سي ال؟ في حاله ان انا هستخدم التست ده للتفرقه ما بين الجلوكوز والفركتوز. طيب لو هستخدمه وهلتزم بال10 دقايق التايم بتاعي في بويلنج ووتر باث، تمام. لو نيجاتيف هتلاقي اللون بتاعك كلرلس، تمام، او هتلاقي لونه كده مصفر سنه، لكن لو بوزيتيف هتلاقي اللون بتاعك شيري ريد كلر واضح، لون احمر غامق. ده اللي مونو سكرايد. طب لو ده سكرايد هنشتغل نفس الشغل بالظبط، بس مع اختلاف او تعديل ال اتش اس ال هنخليه كونك اتش اس ال عشان يعمل هيدروليز للداي سكرايد ويتحول لمونو ويديني التست. ان انا استخدم في حاله السكروز الكونك اتش اس ال وليس ال 12%، لكن لو هستخدمه لحاله للمونو هستخدم 12% عادي جدا. اخر حاجه او تنبيه مهم جدا اقوله في حاله لو انا ربنا سهل ان شاء الله واشتغلنا، يعني ودخلنا المعمل واشتغلنا، التايم. لو انا بقول لك 10 دقايق ب 10 دقايق، 5 دقايق ب5 دقايق. بس قبل ده كله مهم جدا الووتر باث بتاعك يكون بيغلي، تشوف البقاليل كده بشغاله، غير كده ما ينفعش عشان احسب وقت. لان احنا لو انت رجعت افتكرت البرفويد مثلا، التيست ده كان معتمد تماما على الوقت. لو انا بقول لك لو 10 دقايق يبقى تيست كذا، لو بعد 10 دقايق يبقى حاجه تانية، فمهم جدا التايم. الحاجه التانية ان انا لو بستخدم ووتر باث تاخد بالك. ليه تاخد بالك من حاجه؟ اولا خصوصا لو ربنا سهل وعملنا امتحان، مهم جدا تاخد بالك من انبوبتك. الووتر باس ممكن تعمل ووتر باس على البنش، ممكن يعني بدل الفليم ممكن ننزل زي سخانات ونحط بيكر ونشتغل عليه، يبقى مع نفسك بلاش الووتر باس المجمع ده، لان ممكن يحصل كونفيوجن، حد ياخد انبوبة حد او كده. ده اذا برضه ربنا اشتغلنا، ما اشتغلناش زي ما اتفقنا احنا هنزل لك الفيديو جاهز. طيب تعال راجع على السكيم بعد ما فهمنا احنا هنعمل ايه. اولا انا عندي انون، هديك انون هقول لك اتعرف لي على الانون ده عباره عن ايه. اول حاجه المفروض تعملها تعمل لي فيلنج تيست، فيلنج ايه مع فيلنج بي مع 1 ملم ستيوشن، هترجوهم مع بعض حطهم في الوتر باص لمده 5 دقائق، تمام. هنا الوقت مش مهم قوي، يعني 15 دقائق لو ده بوينج ووتر باص. طبعا لو نيجاتيف هتلاقي الانبوبه زي ما هي زرقاء، معنى كده ان ده نون ريديوسنج شوجر، يبقى اذا ما عنديش غيره السكروز. وممكن اعمل تجربه تاكيديه اللي هي سيلفانوف، بس احنا قلنا ايه نستخدم كونك اتش سي ال، نفس البروسيجر بس استخدم كونك اتش سي ال، هيديني شير ريد كلر، هتاكد ان هو سكروس. طيب والله التيست بتاعي عملت له فيهلينج تيست اداني الراسب الاحمر الطبيعي، معنى كده ان الراسب اللي طالع معايا او المركب بتاعي عباره عن reducing sugar. طب مين هما؟ جلوكوز فركتوز ولاكتوز. طيب
عايز اعرف دلوقتي هو مونو ولا داي، هعمل له البارفويد تيست. البارفويد تيست هاخد 1 مللي من السدوشن مع 1 مللي من البارفويد تيست واحطه في بويلنج ووتر باس. مهم جدا بقى الووتر باس يكون بيغلي، مهم جدا اخد بالي من الوقت هنا كويس جدا. لو طلع معايا في خلال 10 دقايق هعرف ان المركب بتاعي ده مونو ساكرايد، لو طلع معايا بعد ال10 دقايق هعرف ان المركب بتاعي عباره عن داي ساكرايد، الراسب بتاع الاحمر الطوبي ده لو طلع معايا بعد ال10 دقايق ده داي ساكرايد، خلاص هو لاكتوز، الموضوع انتهى على كده، يبقى انا كده ستوب. طب لو طلع معايا الراسب بتاعي لونه احمر طوبي بس في خلال 10 دقايق، هبتدي انا دلوقتي خلاص انا عرفت ان هو مونو ساكرايد، يعني لا اما جلوكوز لا اما فركتوز. طيب ايه المطلوب مني اعمله؟ مطلوب مني اعمل التست التفريقي ما بين الالدوز والكيتوز اللي هو السيلفانوف اللي احنا كنا لسه بنحكي فيه من شويه. احط السوليوشن بتاعي 1 مللي من او 2 مللي من الاتش سي ال بس، 12% اتش سي ال، هنا هنا كان كونج، هنا كان كونج، هنا كان 12% اتش سي ال، واحط كريستالية او 2 من الريزورسينول. تمام هسيبه في الووتر باس لمده 10 دقائق. تمام واخيرا المفروض يطلع معايا حاجه من الاثنين، يا اما راسب لون احمر طوبي احمر كريزي اللي هو الفركتوز، او ان يطلع معايا اللامبو بتاعتي النيجاتيف، يعني تلاقي السيشن بتاعك كلرلس، في اللحظه دي هعرف ان هو جلوكوز. يبقى التست ده تفريقي بين الالدوز والكيتوز، طلع معايا بوزيتيف يبقى فركتوز، نيجاتيف يبقى الجلوكوز. يبقى انا كده عرفت اطلع الجلوكوز، عرفت اطلع الفركتوز، عرفت اطلع اللاكتوز، وعرفت اطلع السكروز. يا رب نكون السكشن ده كويس جدا، وبرضه لو في اي ديفكت في الشرح يا ريت تبلغونا بيه. ربنا معاكم، ونتمنى من الله ان احنا نيجي ان شاء الله نشتغل السكشن ده، لان السكشن ده ممتع جدا جدا، وهتبقوا مبسوطين ان شاء الله انتوا شغالين فيه باذن الله. ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.